اعمل لي كاستبيان ولا استطلاع رأي، قديش نسبة الشباب اللي بحبوا تسجيل وقديش بحبوا الشباب لايف، يعني متزامن او غير متزامن، ارفع لهم سواء انا اشوفه زي هيك ولا التسجيل. خلنا نشوف دكتور احصائية، تمام، ببعث لك تعرف إياها على جوجل فورمز انعملت هي وانبعثت على الواتساب. بعثت على كم الواتساب لمين؟ للطلاب كلهم؟ طب انا بدي اعرف قديش تمام، النسبة اللي بحبوا اللايف وقديش النسبة اللي بحبوا المسجل. 5% بيحبوا اللايف. لا بس أتوقع إحنا فهمنا إنه كان قصدك عن المحاضرة يوم الأربعاء الماضي، بس ما كانتش بشكل عام يعني. لا لا، أنا لا بدي أعملها بشكل عام، بشكل عام. إنه عبارة عن فبينك الله أرجع صوت يعني. إذا تمام، هذا أعملها بشكل عام على مستوى مثلا الكورس، إنه قديش نسبة اللي بكونوا حابين اللايف وقديش نسبة اللي بحكونوا حابين اللي هي يعني متزامن أو غير متزامن. أوكي، فأنا بدي عبارة عن أكون عارف إنه حاب، عندي معلومة إنه منكم قديش بحب البرسنتج اللي بحبوا التسجيل والبرسنتج اللي بحبوا اللي هي الأونلاين اللايف. أوكي، تفضل يا مصطفى. دكتور أنا شايفك في الفترة الماضية كنت يوم مسجل ويوم لايف، آه فا يعني بعد إذنك لو مثلا إذا استمريت هذا النظام إنك تخلي اللايف الاثنين ومسجل الأربعاء عشان نحضر المحاضرة في نهاية الأسبوع، لأنه ما بنلحق نحضر محاضرة الاثنين بس يوم الثلاثاء. طيب، خلينا اشوف انا بناء على الاستطلاع اللي بده يسويه عبد الرحمن انه قديش نسبة اللي بحبوا اللايف وقديش نسبة اللي بحبوا المسجل. اوكي، يعني انت اذا بدأ انتوا بدكم اذا كان في تسجيل يكون يوم الاربعاء. ها نعم دكتور، لأن الواحد معه خميس جمعة سبت هيك بكون طيب معطل. خلاص تكرم، اذا كان في تسجيل بس خلينا اشوف، ودي لي النتيجة يا عبد الرحمن بحيث اني اشوف وكون عبارة عن يعني أي شيء بدي أسويه يكون بناء على فيدباك منكم، أنا بحب إنه أسمع لكم. أوكي؟ تمام دكتور، أوكي إن شاء الله. هسا خلينا نكمل اللي هي محل ما وقفنا بالتسجيل السابق اللي هو دو ليتل ديكومبوزيشن. بالتالي إن السيستم هو A X is equal to B. في الدو ليتل حكينا في المحاضرات السابقة إنه A is equal to L multiplied by U. أوكي؟ وبالتالي إذا إجينا حطينا ال A اللي هي L multiplied by U حطيناها محل ال A هون، يجينا حطينا مسكنا ال L U حطيناها محل ال A هون، هل بحصل على اللي هي الماتريكس هاي محل ال A حطينا ال L U، وبالتالي هيها L U محل ال A في X is equal to B، وبالتالي بحصل على هاي اللي هي الماتريكس equality. طيب تعالوا خلينا نسمي الـ UX is equal to D. الـ UX is equal to D. هاي هذه جيت مسكت هاي الماتريكس أو الفيكتور. أوكي نشامة، وسويناه اللي هو سميناه D. بالتالي بناء عليه افترضنا أن الـ UX is equal to D. طيب تعال عوض محل هذا التيرم D، شو بصير الثاني الجزء الثاني؟ هل بصير L D is equal to B؟ صح؟ مظبوط مظبوط. بالتالي بصير يعني عندي تو كويشنز، واحدة افترضتها اللي هي اليو اكس از ايكوال تو دي، والثانية حط محل هاي دي اللي هي هيها، بصير ال ملتبلايد باي دي از ايكوال تو وات؟ بي. وبالتالي بنحصل على هذول التو كويشنز. طيب تعال يا نشامة على التو كويشنز هذول، هسه انا وين اللي هن؟ لاحظوا هون انه بالديكومبوزيشن احنا قلنا هاي اول خطوة من الديكومبوزيشن، بالتالي مجرد ما قلنا A is equal to L في U، بالتالي أنا افترضت هون أنه أنا عملت الديكومبوزيشن، يعني I was able to find the two matrices L and U، يعني يفترض ال L وال U they are known. بناء على أنه ال L وال U لو افترضناهن known، بحطهم بالأخضر، known أخضر يعني known. طيب يا شيماء عندي معناته هون two equations، يعني تحول السوليوشن تبعي لهاي السيستم اوف ايكويشنز الى سوليوشن اوف تو ايكويشنز، بدل ما كان 1 صار 2. ولكن الحلاوه اللي فيهن او البيوتي اللي فيهن عباره عن شغله، بالتالي تفرج هون في عندي يو وال معروفه، طيب شو غيره معروف بالتو ايكويشنز؟
في الدي مكررة فيها. الدي هل هي معروفة؟ لا بس مكررة. انسى المكررة، أنا بحكي معروف. مين المعروف؟ هل البي معروفة؟ البي معروف. السيستم هيو AX is equal to B؟ نعم معروف البي. بالتالي البي معروفة، معناته أنا لو آجي بدي أحل أحط السيكونس تبع الحل، معناته where should I start؟ هل لازم أبلش من هاي؟ نعم. ومن خلالها بوجد مين؟ الدي. بوجد الدي. طيب بعد ما أبلش بهاي وأوجد الدي، هل بقدر أرجع هون وصير الدي معروفة and I can solve it for X؟ 100%. وضحت أنا شامل البروسيجر، بالتالي بداش لا بصم ولا عبارة عن أي شغلة، هي عبارة عن بدك تشوف من أين تأكل الكتف، وين الحلقة اللي بتبلش منها. هون عندك two unknowns ال X وال D، بالتالي you cannot start with. بينما assuming إنه the composition زي ما حكيت قبل شوية is done، بالتالي ال L وال U is determined أو are determined. بالتالي أنا شامل ال U وال L they are given نفترضهم. بالتالي will be already given from the problem statement، هاي معروفة. بالتالي لابد ما نبلش بهاي ومنها نوجد ال D، وبعدين بنرجع لهاي بصير ال D given وال U given، ومنها بنوجد ال X، وهذا هو مربط الفرس، هذا هو اللي عبارة عن الإشي اللي بندور عليه اللي هو ال unknowns اللي هو matrix أو ال vector of the unknown اللي هي elements اللي عندي. طيب معناته خلنا نيجي نشوف الدولتل من إيش بتتألف. الدولتل اللي أشياء بتتألف من two phases. أول شيء decomposition phase. decomposition phase زي ما حكيت قبل شوي، مش قلنا الـ A is equal to LU، وبالتالي الـ A هي عبارة عن N by N matrix. هاي شو مالها؟ بتكون كلها given numerically، كلها given معروفة بالنسبة للـ A. الـ A والـ B معروفة. طيب شو الهدف من decomposition؟ الهدف من decomposition إنه بدنا نوجد الـ elements تبعات مين؟ الـ lower triangular matrix والـ upper triangular matrix، يعني الـ L والـ U. بالتالي هاي الإليمنتس تبعات الـ L في الدولتل، وهاي الإليمنتس تبعات الـ U برضو في الدولتل. وانتم متذكرين في المحاضرة الماضية قلنا في الدولتل بنحط الـ diagonal values شو؟ Unities. Unities. وفي الـ U بيطلن كلهن unknowns. وهل بالحالة هاي بطلع مجموع الـ unknowns اللي عندي في الـ L والـ U بطلع قديش؟ N والـ N squared. N squared equations. بيطلع n squared، وبالتالي كان قبل ما نفترض اليونيتي كان n squared plus n إذا متذكرين في المحاضرة الماضية. وعملنا assumptions للدياجونال على ال L، وصار عندي مجموع ال elements ال unknowns بال L وال U اللي هن عبارة عن n squared واللي هو نفسه عدد ال elements اللي هون، وهذا بنحصل على عدد of equations number of equations من خلال matrix equality بيطلع عندنا n squared، وبالتالي بيطلع unique solution for the system. ولاحظوا يا نشامة في الديكومبوزيشن، هل انا جبت سيره الرايت هاند سايد فيكتور بي؟ لا. معناته في عندك ملاحظه بقول لك الديكومبوزيشن فيز از اندبندنت اوف ذا رايت هاند سايد فيكتور، وهذا الكليم اللي احنا ادعينا فيه او اللي بلشنا فيه مين؟ الديكومبوزيشن ميثودز. قلنا لك الديكومبوزيشن ميثود اذا كان عندك الرايت هاند سايد بي فيكتور بتكرر قدامك، بينما الاي ماتريكس ثابته، الاي ماتريكس ثابته، والرايت هاند سايد قاعد بتغير ادابتيف مع الزمن مثلا، اوكي بيعطيك مالتيبل رايت هاند سايد اللي هي فيكتور بي. وبالتالي نشام الديكومبوزيشن ما لها دخل، هي عباره عن الاي نعملها ديكومبوزيشن انتو تو ا برودكت اوف تو ماتريسز ال اند يو، وفي الدولتل ال مالتيبلايد باي يو، في الكراوت يو مالتيبلايد باي ال. وبالتالي في الديكومبوزيشن فيز وي شود فايند الاليمنتس تبعات ال واليو. كيف؟ خلينا نشوف. هسه نشامة لاحظ، هل ال L وال U هي عبارة عن واحدة منهن lower triangular واحدة منهن upper triangular ولا لا؟ نعم دكتور أكيد. أيوة. بالتالي يوم يكون عندنا upper أو lower، هل أنا بقدر أبلش وأوجد ال unknowns عن طريق اللي هي substitution مباشرة؟ يعني هل ال elimination جاهز هون؟ لسه بدك تضرب 100% واحدة forward. يعني هاي نشامة أو هاي إذا وجدت بأي ماتريكس إيكواليتي سواء هاي أو هاي، أوكي we can go directly to the إيش substitution phase اللي نوجد مين الإليمنتس، نوجد إيش يا نشامة الإليمنتس. بالتالي يا نشامة لاحظ معاي، إحنا هون قلنا مش قلنا قبل شوية يا نشامة في عندي two
ماتريكس ايكواليتيز اللي هن هذول الثنتين، قلنا لازم نبلش بمين؟ بالثانية البدي LD is equal to B، ومنها نوجد مين؟ الD. بالتالي هون نشامة لازم نوجد الL، هاي الL في الD is equal to B. اوكي نشامة، ومنها بنوجد نشامة ايش؟ بنوجد الإليمنتس تبعات الD، وهاي نشامة هل هي forward substitution؟ 100% فورورد. يعني هم توجد اول اشي توجد اللي هي مين يا شامة؟ دي 1، بعدين بتنزل لدي 2، واخر اشي بتوجد مين؟ دي ان. دي ان، وبالتالي هون هاي مكتوب لك فورورد سبستيوشن، بنوجد الالمنتس تبعات الدي. اوكي يا شامة، من خلال هاي 1 باي 1 بسقط واحد واحد. طيب بعد ما خلصنا ال دي از ايكوال تو بي، مش طلعنا الدي، معناته يا شامة هل بنروح للايكويشن الثانيه هاي؟ نعم صحيح. هاي بيكون فيها ايش يا نشامة؟ D is given واليو اوجدناها وبهاي برضو ال B is given والL اوجدناها، بالتالي بنطلع ال D من هاي، وهاي بنطلع منها مين؟ اليو الX. هاي بنطلع منها الX، وبالتالي هاي اليو يا نشامة اوجدناها من ال decomposition. اوكي نشامة، هون احنا بدنا نطلع يا نشامة، اوكي هون يا نشامة في عندي الديكومبوزيشن فيز اللي هي أوجدنا من خلال الديكومبوزيشن أوجدنا اللور والأبر. بعدين إذا افترضنا اللور والأبر معلومات، بدي أحل مين؟ بدي أحل الدي وبدي أحل مين؟ الإكس. بالتالي هون باجي بستخدم زي الجاوس إليمينيشن، هذا بذكركم بالجاوس إليمينيشن ولا لا؟ 100%. معناته ببلش منين؟ من آخر إشي ولا من أول إشي؟ ببلش من أول رو ولا من آخر رو؟ من آخر رو. من آخر رو. ومنه موجود مين؟ يو أن إكس أن. إكس أن. أوكي نشامة، وبعدين برجع لغاية آخر أول رو، منه موجود مين؟ إكس وان. إكس وان. وبالتالي نشامة هون هذول التو فيزز، الديكومبوزيشن فيز. هسه راح نيجي بالتفصيل كيف نوجد الإليمنتس تبعات الأل واليو. اوكي نشامة، راح نيجي بالتفصيل كيف نوجد الالمنتس تبعات ال واليو، ولكن انا بهمني انه بالديكومبوزيشن المين تارجت اني اوجد الالمنتس تبعات ال واليو اللي هن ان سكويرد اليمنت اللي هن هاي. بعدين اذا افترضنا انه اوجدناها بنروح للسبستيوشن، صفت عندي ال هاي از جيفن. اوكي نشامة، وهاي اليو از جيفن، وهون البي از جيفن، ومنه بوجد مين؟ الاكسس. بوجد بالمرحلة الأولى D، والمرحلة الثانية بوجد مين؟ الاكس. الاكس. طيب هسه يا نشامة خلنا نشوف اللي هي كيف بنوجد ماثماتيكالي اللي هم اليوز والالز. اوكي نشامة، طبعا لا تنسى انه اللي هي يوم اقول upper triangular او lower triangular معناته هاي equalities هاي بتتطبق، اللي هي اذا بناء على الاندكس تبع الاي والجي مين الأكبر، بيكون عندك في اللور دياجونال الإليمنتس هاي زيرو، وإذا كان هاي في الأبر تريانجولر اللي هي اليو ماتريكس بيكون إذا كان الجي أكبر من كي اللي هي بيكون عبارة عن الإليمنتس تبعاتنا اللي هي زيرو. طيب شو الرول اللي بنطلعه؟ سوري، من خلال إيش بنطلع الرول يا نشامة تبع الديترمينيشن تبع اليو آي جي؟ اليو آي جي نشامة هاي الفورمولا تبعته بتقول لك هذا هو اللي هو هاي الفورمولا. هاي طبعا اذا بدك تبرمجها على الكمبيوتر، بس راح نشوف طريقه بعد شويه اسهل باستخدام ايش يا نشامه؟ باستخدام اللي هي الجاوس اليمينيشن ميثود، بنطبقها مره واحده وبنقدر نوجد اللي هي اليو والال ماتريسيز اكزاكتلي بدون ما تدخل بتفاصيل. هاي عباره عن فور ذا فيرست تايم ات سيمز تو بي ديفيكلت، او يعني نوت ايزي، بس هاي إذا بدك تبرمج على الكمبيوتر you can apply this equation. أما إذا بدك for manual operations خلنا نفهم الطريقة تبعت اللي هي إيجاد الأل واليو عن طريق الجاوس إليمينيشن. طيب خلنا نكمل وراح نشوف كيف بنوجد اللي هي عبارة عن الإليمنتس في الدولة الديكومبوزيشن. إحنا يا نشامة واحدة من الشغلات اللي حكينا عن اللي هي الألغوريثمز مفارقات أو الكاركترستكس تبعات الالجوريثمز، قلنا ايش؟ قلنا السبيد، وبالتالي السبيد هون عندنا بتمثل بايش؟ بالنمبر اوف ماثماتيكال او اريثمتيك اوبريشنز.
وبالتالي يا نشامة في الدولت الديكومبوزيشن أو في الكراود ديكومبوزيشن كلاهما بقول لك لهم نمبر مشابه أو عدد مشابه للأعداد إيش تبعات الجاوس إليمينيشن إذا كانت الآن السيستم سايز لارج، يعني بطلع عندي اللي هي N cubed over 3. يعني بمعنى آخر الدولتن والجاوس إليمينيشن والكراوت ديكومبوزيشن إذا كان الآن عندي السيستم لارج بطلع عدد الماثماتيكال التوتال نمبر of mathematical operations N cubed over 3. أوكي نشامة، بالتالي كان عندك مثلا 100 بطلع تقريبا 330 ألف اللي هي يعني بطلع مليون over 3، وبالتالي بطلع عندك 330 ألف operation. هاي من حيث الماثماتيكال أوكي نشامة اللي هي بيردن أو الكمبيتيشنال بيردن. طيب معناته نشامة إذا بنقارن بين الأربع طرق اللي أخذناها لحد هسا، أخذنا الجاوس إليمينيشن والدوليتل كأسماء والكراود ديكومبوزيشن، وأخذنا مين الجاوس جوردن، مين اللي كانت أكثر إشي عبء حسابي اللي هي جوردن. شو كانت جوردن. مش كانت في ستيتمنت عندك بتقول لك it takes 50% 50% more 100%. ايوه، وبالتالي اذا جيت اصنفهم هذيك بتطلع على القمه من حيث يعني من حيث الكمبيتيشنال بيردن أسوأ شيء، هذول الثلاثه بنفس المستوى. اوكي نشامه، من حيث الكمبيتيشنال بيردن بيطلع عن الثلاث هذول بنفس المستوى. طيب هسه خلينا نمشي لذا قلنا هذول عباره عن for the first time they look عبارة عن very complicated، خلنا نشوف انه كيف بقدر اوجد اللي هي اليو والال elements تبعات سوري الالمنتس تبعات اليو والال matrices. بقول لك انا شامة، مش احنا بالجاوس elimination بالكومون ميثود، متذكرين الكومون ميثود؟ بالجاوس elimination حكينا في عنا rare method وفي عنا common method، متذكرينها؟ شو الكومون وشو الرير يا نشامة؟ اللي هي لما اذا بتعدل على الليفت هاند سايد بتعدل على الرايت اتوقع. لا على الاي والبيز. شو الفرق بين الرير والكومن؟ شو نشام الفرق بين الرير والكومن جاوس اليمينيشن ميثود؟ ناقشناها بالتفصيل، موجوده عندك اي ثينك موجوده بالسلايدز وفي عليها اكزامبل. اوكي نشام، بالتالي بالكومن جاوس إليمينيشن ميثود بنسوي فورورد إليمينيشن وباكورد سبستيوشن. بالتالي بالفورورد إليمينيشن بحصل على أبر تريانجولر ماتريكس صح، وبعدين برجع بالسبستيوشن بسوي باكورد سبستيوشن وبوجد الإليمنتس تبعات الإكس. بالرير شو بسوي أنا؟ بسوي باكورد إليمينيشن، يعني برجع من آخر كولوم باتجاه الأول، بالتالي بحصل على مين؟ على اول element بحصل على lower triangular matrix أول. مش upper triangular زي الكومن. وبعدين التعويض شو بده يكون؟ forward ولا backward؟ forward بده يصير forward. وبالتالي بيكون عكسنا ايش؟ عكسنا البروسيس. بالتالي لاحظ هون في الكومن جاوس elimination قلنا في عندي forward elimination و backward substitution. احنا هون بقول لك الدولتن القلب اليو ماتريسيز بس يخلف عليك حل الفورورد إليمينيشن فيز تبعت الكومون جاوس إليمينيشن، ومنها بتقدر توجد الإليمنتس تبعات مين؟ الال واليو. طيب كيف؟ بقول لك هيو اليو ماتريكس اللي هي الأبر تريانجولر هي نفسها الماتريكس اللي بتحصل عليها بعد الفورورد إليمينيشن فيز، مش هذيك بعد الفورورد إليمينيشن بتحصل على أبر تريانجولر ماتريكس. مظبوط، معناته بقول لك اليو هي نفسها الابر تريانجولر ماتريكس تبع مين؟ اللي بنحصل عليها بعد الفورورد اليمينيشن. واضحه النقطه هاي؟ طيب هسه يا نشامه، في حال انه حصلنا، لو افترضنا هاي هي، لو هاي يا نشامه هاي ابر تريانجولر صح؟ ابر صح. أبر بالتالي لو افترضنا هاي هي الماتريكس اللي حصلنا عليها بعد الفورورد اليمينيشن، اوكي بالتالي بقول لك بعد الفورورد اليمينيشن اللي هي الابر تريانجولر لو افترضناها هاي هي، بقول لك هاي هي نفسها اليو. طيب هسه مقابل كل زيرو اليمنت في الابر تريانجولر، هل كنا نستخدم الاليمينيشن بروسيس اللي هي هاي
صح صح. كيف انا عباره عن عملنا الزيروينج بروسيس هذا كلياته كان يجي من خلال مين؟ من الايكويشن هذه، من خلال الايكويشن هاي. وبالايكويشن هاي كان في عندي شيء مر معنا اسمه ملتي بلاير، والملتي بلاير اللي هو ام جي اي سميناه، اللي هو اي جي اي على اي اي اي. بقول لك هذا الملتي بلاير تبع كل اليمنت في حصلت عليه اثناء الفورورد اليمينيشن، مش هاي بده يكون لها ملتي بلاير حتى صفوينها صفر. بالتالي كل الزيروز هذولا اللي بلود دياجونال كان في لكل زيرو ملتي بلاير اللي هو سيرتن ام. صح صح بقول لك الام هذا هو نفسه ال element، يعني ام جي اي هو نفسه ال جي اي. وضحت النشامه؟ واضح بحكيه. بالتالي انا بالفورورد اليمينيشن فيس، ايها بالفورورد اليمينيشن، مش بالفورورد اليمينيشن بحصل على ابر ترينجولر ماتريكس بالنهايه، بقول لك هاي نفسها اليو. طيب ظل علي ال، لا تنسى انه ال، هل كل الدياجونال تبعاتها يونيتي؟ صح معناته ظل عندي مين؟ ظل عندي البيلوت دياجونال. البيلوت دياجونال هل هون كل اليمنت في الابر بيلوت دياجونال بيكون زيرو؟ زيرو صح. هذا هل حتى صفرناه استخدمنا له ملتي بلاير اللي هو هذا؟ صحيح. بالتالي بقول لك الملتي بلاير تبع كل اليمنت استخدمته حتى الصفره هو نفسه قيمه ال بنفس البوزيشن. وضحت؟ وضحت يا نشامه؟ طيب وضحت. وبالتالي هيها ال بقول لك ال الدياجونال فاليوز شو مالها؟ اللي هي الملتي بلايرز. لا الدياجونال يونتس اللي تحتها، واللي تحت الدياجونال اللي هن نفسهم الملتي بلاير. هيها بدل ما تكون هون ال 2 1، مش الاصل هاي ال 2 1؟ ايوه بقول لك هاي ام 2 1 هي نفسها، وهون الاصل تكون ال ان 1 معناته هاي ام ان 1، وهون ام ان 2 لغايه اللي قبل الاخير بيطلع ام ان ان ماينس 1. صح ماينس 1 صح. وبالتالي نشامه هاي اللور تريانجولر ماتريكس. طيب الدي فيكتور تبعنا منين بنجيبه؟ بقول لك هو نفسه الاوجمانتيد فيكتور بعد ما تخلص الفورورد اليمينيشن. مش الاوجمانتيد فيكتور بتغير الرايت هاند سايد فيكتور تبعنا يوم تعمل اوجمانتيشن؟ نعم بتغير، مش بتغير. الاوجمانتيد فيكتور هو نفسه الدي، وبالتالي بالحاله هاي بتحصل على ال واليو والدي من بس تطبق مين؟ الفورورد اليمينيشن فيس تبع الكومن جاوس اليمينيشن ميثود. وضحت؟ اي سؤال يا نشام؟ طيب خلينا نشوف اكزامبل. اوكي هذا الاكزامبل بقول لك هاي عندك ماتريكس، وبقول لك وجد لي الدوليت الديكومبوزيشن وحلها اذا كان عندك الاكس فيكتور هاي. يعني بقول لك هاي الاكس فيكتور اوكي، وبقول لك الدوليت الديكومبوزيشن يعني اوجد لي مين؟ اوجد لي ال واليو، وبعدين حل لي الاكس اذا كان البي اللي الرايت هاند سايد هاي. بالتالي بدنا نيجي نطبق بالديكومبوزيشن فورورد اليمينيشن فيس تبع الكومن. حصلنا على الابر، مش راح هسه ادخل بتفاصيل كيف حصلنا على الابر. هاي الابر تريانجولر تبع مين؟ تبع المرحومه مين؟ الكومن جاوس اليمينيشن ميثود. مش راح ندخل هسه كيف حصلنا صفرنا هذا وصفرنا هذا، خلص هذا زمن باي باي راح. وبالتالي هون يا نشامه صفرنا هذول، هاي الماتريكس بعد ما صفرنا اول شيء بنصفر هذا بعدين هذا بعدين هذا، وبالتالي بعد التصفير بقول لك هاي هي اليو تبعتك. طيب هسه انا يوم صفرت هذا وهذا وهذا، مش سويت اليمينيشن؟ مش استخدمت الاليمينيشن بروسيس اللي هي هاي؟ صح. وكان فيها ملتي بلاير اللي هو هي. بالتالي بقول لك هي هنا الملتي بلاير اللي استخدمت هنا هي. بالتالي هون يا نشامه ال تبعتي كيف بدها تتالف؟ ال ماتريكس من الامز. ال يا نشامه بدها تتالف اللي هي هاي يونيتيز على الدياجونال، والامز بنزل بنفس المحلات ام 2 1 اللي هي نفسها ال 2 1، ام 3 2 ال 3 2 وام 3 1 ام 3 1، وبالتالي هي نفسها عباره عن هذا، وبالتالي ما عليه غير احطهم بيطلع معاي ال.
وبالتالي هون نشامة أنت من خلال إيش؟ من خلال الفورورد إليمينيشن فيس بس توجد ال واللي هي اليو ماتريسيز تبعت مين؟ الديكومبوزيشن. طيب أوجدنا ال واليو، هسه بنرجع للسكند بارت أوف ذيس كويستشن اللي هو مين؟ يقول لك given this P أوكي بدنا نوجد ال X، وبالتالي هون نشامة بدنا نبلش بمين؟ بدنا نبلش ب LD is equal to B. هاي منها بنوجد إيش؟ لك ركز معاي LD معناته يا شامة لازم نبلش وين؟ نوجد الـ D matrix. Forward ولا backward elimination؟ Forward. Forward. هاي بنبلش بأضعف الحلقات يا شامة اللي هي بنبلش D1 بعدين D2 بعدين D3 وبنحلهن وبطلع عن هذول هن الفاليوز. وبعدين نرجع backward substitution لمين؟ للـ other matrix اللي هي UX is equal to D وهيها. أوكي يا شامة؟ بالتالي هاي لازم نبلش من وين؟ باكورد اللي هي بنوجد x3 بعدين x2 بعدين x1 وبطلع معاي الفاليوز اللي هي للسوليوشن. وضحت؟ اي سؤال يا نشامة؟ اي سؤال عدولتل؟ اي سؤال عدولتل يا نشامة؟ طيب خلينا ننتقل للكراوت. الكراوت هل السيستم تبعنا اختلف؟ عكس الاوردر تبع المالتيبليكيشن. لا السيستم اي اكس از ايكوال تو بي. لا 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 ما اختلف. بس عباره عن بالكراوت الاي احنا ستيل از ديكومبوزد انتو تو ماتريكس تو ماتريسيز ال اند يو. بس مين بيفرق بين الكراوت والدوليتل؟ الاوردر. الاوردر اوف مالتيبليكيشن. في الدوليتل كان ال في يو الاي از ايكوال تو ال في يو، بينما بالكراوت يو ال يو في ال. بالتالي تعال امسك الـ A هاد هيها اللي هي UL وحط الـ UL محل الـ A هون، هل بنحصل على هاي الماتريكس equality؟ yes. طيب تعال امسك الـ X هاي وسميها D، نفس البروسيجر الـ X is equal to D. شو بضل عندك؟ بضل عندك U D B D is equal to B. بالتالي افترضنا LX is equal to D اللي هي هاي البارت هذا سميناه LX is equal to D، وبعدين طلع منه UD is equal to B. هاي مرة ثانية هسا تعال معاي احنا نفترض هون يا نشامة انه الديكومبوزيشن ال L is known صح. بالتالي افترضنا ان الديكومبوزيشن اوجدنا ال L اوكي نشامة، وهون مين النون يا نشامة؟ البي البي واليو نون نون. معناته وين بدي ابلش؟ بالكويشن الاولى ولا الثانيه؟ الثانية. هل بالثانيه لازم اليو دي از ايكوال تو بي؟ لازم الدفوق. لازم اليو دي از ايكوال تو بي صح. وبعد ما اطلع الدي بتطلع معي هون توجد الاكسس وبرجع بطلع منها الاكسس صح؟ صح صحيح. طيب هون يا نشامة معناته بقول لك الكراوت بتألف من تو فيزز. طب احنا قلنا ليه وين بدنا نبلش يا نشامة؟ اوكي قبل ما بدنا نبلش اول مرحلة يا نشامة اللي هي الديكومبوزيشن. شو الديكومبوزيشن؟ اللي هي الديكومبوزيشن given A we should find the elements تبعات مين؟ U L ال U وال L U وال L we should determine all of the elements اللي هن N squared elements. وضحت؟ هاي الديكومبوزيشن. وهل مرة ثانية الديكومبوزيشن فيز الرايت هاند سايد فيكتور بيبين فيها؟ لا ما بتعتمد عليها. اندبندنت. هي بقول لك از اندبندنت اوف ذا رايت هاند سايد فيكتور. طيب بعد ما خلصنا الديكومبوزيشن وافترضنا انه اليو والال شو مالها؟ ار ديتيرمنت. بروح لوين؟ موجودين. للسبستيوشن. طيب يا نشامة احنا عندنا قلنا ايش؟ عندنا بنبلش بياتها بهاي يو اكس ايكوال او يو دي از ايكوال تو بي. هاي substitution. بالتالي تعال معي هاي اللي هي اليو اكس از ايكوال يو دي از ايكوال تو بي سوري يو دي از ايكوال تو بي بنبلش بها يو دي از ايكوال تو بي. تعالوا معي هون هل هاي راح تكون باكورد ولا فورورد؟ باكورد. باكورد باكورد. ليش؟ شنو بنبلش يا نشامة من اخر element عشان هيك سميناها ايش؟ باكورد substitution. يعني هون يا نشامة الاوردرز بين الكراوت والدولتل هل في السبستيوشن برضه انعكس؟ صحيح انعكس يا نشامة في السبستيوشن انعكس كان هناك فورورد بعدين باكورد. هون بالعكس
شنو بتبلش بي دائما بتبلش بالرو اللي فيه الماكسيمم نمبر اوف زيروز. هون وين الرو اللي فيه ماكسيمم نمبر اوف زيروز؟ طيب يا نشامة اللي هي اللي موجود مع الدي اللي هو عبارة عن اللي هي اليو. وبالتالي بلشنا يا نشامة بايش؟ باخر شيء بلشنا بالباكورد سبستيوشن ومنه بنوجد الفيكتور الدي من دي ان لغايه وين؟ دي 1 دي 1. طيب بعد ما نوجد الدي بنرجع لمين؟ للاذر ايكويشن اللي هي مين؟ الاكس از ايكوال تو وات؟ دي دي. بالتالي هون الدي معروفه والال معروفه بنروح للاكس. هون يا نشامه هل هذا اسمه فورورد ولا لا؟ فورورد صح. بناء على الايه فرج على الايه هاي عباره عن الزيروز وين موجودات باول رو. وبالتالي بنبلش من اول رو بنوجد اكس 1 بعدين بننزل لغايه اكس ان عشان يسميناه ايش فورورد. يعني بنمشي من اول رو للرو الاخير. اوكي نشامه. طيب حكينا قبل شويه انه ان تيرمز اوف كومبيتيشنال بيردن النمبر اوف اريثمتيك اوبريشن سواء عباره عن في الكراود او في الدوليتل او في الجاوس ذي ار almost the same اللي هن n cubed over 3 صح؟ صح. و زي ما حكينا قبل شوية انه عبارة عن في الدولتل اجينا طلعنا ال L وال U matrices من خلال ايش؟ من خلال ال common Gauss elimination method هون رار هون اوجدناها من خلال ايش؟ الرير الرير Gauss elimination method اللي هي بتعتمد ال elimination phase تبعها شو بكون؟ backward باكورد مش فورورد. بالتالي هون باجي بطبق الباكورد إليمينيشن فيز تبع الرير جاوس إليمينيشن ميثود اللي هي من أيوة. العمود الأخير باتجاه الأول لا. أو الثاني أوكي. ومنه بطلع نشامة الأل ماتريكس أوكي نشامة هي نفسها الماتريكس اللي بحصل عليها تبع الباكورد إليمينيشن. عشان هل الأل بعد ما خلص الباكورد إليمينيشن هل بتكون لور؟ صح لازم تكون لور لازم تكون لور زي هيك. يوم اخلص الباكورد اليمينيشن بيكون ببلش من الاخير في ماكسيمم نمبر اوف زيروز بالكولمز وبظن راجع للكولم الثاني. بالتالي هاي لازم بالباكورد اليمينيشن احصل على لور تريانجولر. وبالتالي بقول لك في الال هي عباره عن اللور تريانجولر ماتريكس تبعت الباكورد اليمينيشن. طيب اليو اليو يا نشامه بقول لك الدياجونال اليمنتس مفروغ منهم كلهم يونيتيز طيب والأبف دياجونال مش أنا اللي هي هاي شو سميناها هالقلب مش في عندي زيروس برضه هو الملتبلاير تبعهم مش أنا استخدمت لهم الملتبلايرز حتى أصفرهم أيوة الملتبلاير طيب. زي ما حكينا في الطريقة قبل شوي اللي هي دوليتل حتى أستخدم الأوبريشن هاي اللي هو هذا الملتبلاير أوكي بطلع عندي الملتبلاير زي ما هو هون اليو جي آي هو نفس الأم جي آي واللي هو أي جي آي على أي آي آي وضحت. وبالتالي بنفس البروسيجر بس هون نستخدم الرير جاوس إليمينيشن بناء على الباكورد إليمينيشن فيز وهناك كنا نستخدم الفورورد إليمينيشن فيز بناء على إيش؟ كومون جاوس إليمينيشن الكومون جاوس إليمينيشن مثل. بالتالي اليو تبعتنا راح تطلع الدياجونال شو مالها؟ ونز كلها يونيتيز واللي فوق الدياجونال هي نفسها إيش؟ ملتبلاير نفس الملتبلايرز اللي حصلت من خلالها الال ماتريكس. اوكي نشامة. طيب الدي فيكتور بقول لك هو نفس الاوجمانتد بي بس بعد ما اطبق عليه مين الباكورد اليمينيشن فيز. خلينا نشوف اكزامبل. هاي عندنا ماتريكس 3 باي 3 وبقول لك استخدم كراوت وطلع لي اللي هي الابر واللور بناء على الرير جاوس إليمينيشن ميثود. بالتالي مش راح أدخل بالتفاصيل هاي مكتوبة عندك يا شامة التفاصيل هاي عشان إنه الرير ما فيش عليها غير إكزامبل. بالتالي خلينا الإكزامبل واضح 100%. بالتالي لاحظ أول صفرنا هذا بعدين صفرنا هذا بعدين صفرنا الإليمنت هذا صح. وبالتالي طلع عندي هل هاي عبارة عن الماتريكس تفرج عليها هل هي لور؟ نعم لو وكم من إليمنت صفرنا؟ ثلاثة. وين الملتبلايرز تبعاتهم؟ لاحظ هيو 0.6 هون في عندي 1 سالب 1 وهاي 6.25 صح؟ صحيح. معناته هذول هن راح يطلع وين؟ في اليو في الأبر في اليو هايها العداء قلنا شو مالهم؟ يونيتيز وهاي حكينا 0.6 و1
و 6.25. ولا تنسى يمكن الناس سيقول طيب يا جماعة ما هو هون إشارة ماينس. مش من القانون تبعها، مش الام نفسه. عشان انه انا اصلا بالفورمولا الاصل هون عندي ماينس. ايوه الاصل بالفورمولا هون عندي ماينس، انا قاعد بطرح مش قاعد بجمع، بالتالي الوضع الطبيعي يكون عندك ماينس. اذا كان عندك بوزيتيف معناته لازم تاخذ نيجاتيف ساين، صح؟ صح. بالتالي هون ركز معي، انا عندي هون ماينس معناته هاي الوضع الطبيعي، معناته هذا الرقم مزبوط كله 0.6 بدون نيجاتيف، وهذا 1 وهذا ماينس برضو معناته 6.25. طب لو كان هذا بوزيتيف بلس شو بده يكون الرقمات؟ سالب الرقم بده يكون ماينس 6.25. وضحت يا نشامة؟ بدك تذكر الفورمولا. وبالتالي هون اللي هي عبارة عن هاي طلع عندي اللي هن اللي من استبعات اليو. وبالتالي يا نشامة هيك بيكون ايش؟ بيكون عبارة عن اتأكدنا او حلينا ال واليو بناء على اللي هي الكومن او اللي هي ايش الرير جاوس الليمينيشن ميثود. اوكي ان شاء الله. هسه انا هون بدي اقدم لكم طريقه جديده عباره عن اللي هي سيستماتيك ميثود، وهي بتنطبق على عباره عن الحالات اللي هي سيستم سايز صغيره 3 أو 4. اوكي ان شاء الله. هاي انا اقترحتها اوكي بحيث انه تفهموا شو اللي قاعد بصير. بالتالي خلنا نشوف كيف السيستماتيك ابروتشز حتى نوجد اللي هي دوليتل والكراود ديكومبوزيشن. انا هون بهمني اوجد بس الاليمنتس تبعات ال واليو، ما بهمني يعني بهمني الديكومبوزيشن فيز راذر ذان السبستيوشن فيز. السبستيوشن مفروغ منه بس قاعد بحكي عن الديكومبوزيشن، يعني كيف اطلع ال واليو بناء على الدوليتل او الكراود. طيب لو افترضنا عندي الدوليتل، افترضنا عندي سيستم اوف 3 ايكويشنز، هاي عندي الاي ماتريكس وهاي ال واليو بناء على اسامبشن تبعاتنا، صح؟ صحيح. ماشيين مع الشباب ولا لا؟ مزبوط. طيب تعال معي، انا عندي هون ماتريكس مالتيبليكيشن، تعال واضرب لي اياها. بعد الضرب بحصل على الماتريكس هاي. بحصل على الماتريكس هاي، معناته عندي صفين يا شباب، في عندي ماتريكس ايكواليتي، عندي على الرايت هاند سايد هاي الماتريكس وعلى ليفت هاند سايد الاي ماتريكس، صح؟ معناته صحيح. بحاله 3 باي 3 هاو ماني ايكويشنز كان اي اوبتين؟ ان سكوير. قديش يعني؟ 9. 9 هاي مع عدد الاليمنتس، ما هو بالماتريكس ايكواليتي مش لازم كل اي اي جي من الليفت هاند سايد يساوي مثلا الماتريكس هاي اي جي من الرايت هاند سايد ولا لا؟ صح. فور اول اي اند جيز، وبالتالي بعددهن هاي سكوير معناته بده يطلع عندك هون 9 اليمنتس، كل اليمنت من اليمين بده يساوي اليمنت من اليسار حتى تكون التو ماتريسز ذي ار ايكوال. ترى راح يطلع عندي 9 ايكويشنز. شو ال 9 ايكويشنز هاي؟ انا ما بدي تبصم بس بدي افرجيك من هون. لونت لكم اياها وزودت لكم اياها وظبطت لكم اياها بحيث انه يخش على مخك باذن الله باسهل طريقه. طيب هون يا نشامة احنا عندنا تو، هذا لا تنسى انه هل هذا جيفن الاي جيفن، وهاي الماتريكس كل اللي فيها عبارة عن ايش؟ نون. نون ولا النون؟ نون نون النون. ماشي قبل لسه النون لسه ما حلينا، لسه ما حلينا. احنا قاعدين بنقول بدنا نوجد الديكومبوزيشن فيز، يعني بدنا نوجد اليو والال اليمنتس. ايوه بالتالي هذول كلياتهم النونز. طيب انا حتى ابلش الحل لازم يا شباب اتفرج على الرايت والليفت. الليفت عباره عن دائما موجود ما عندي مشكله فيه، معناته لازم اركز نظري وين؟ على الرايت هاند سايد. الرايت هاند سايد هل لازم اختار الاليمنتس اللي فيهم ذا ايزيست واي تو كالكوليت الاليمنتس ولا لا؟ اول شيء صح. ايوه معناته يا شباب انا مرتب لك اياها. لا هل يو 11 ويو 12 ويو 13 اوبتين دايركتلي 100%؟ كان هي يو 11 يساوي اي 11 ويو 22 يساوي اي 12 ويو 13 يساوي اي 13، صح؟ دايركت صح. هاي دايركت بدها شطاره. طيب بعدين يا نشامه لاحظ انا كاتب لك هون اي لون بيربل معناته انا وجدته من مين؟ من الاول الاليمنتس اللي بنفس العمود قبل لفوق. لاحظ اليو 11 فرق واليو 11 فرق، معناته كان اي فايند ال 21 وال 31 صح 100%. لا تنسى انه ليفت هاند سايد شو ماله هذا؟ نون نون نيوماريك. طيب هاي معناته اول كولوم هل كله فرط؟ كله نعرف صح. طيب هذا
مش هذا وجدناه دايركتلي؟ 100%. طيب تعال معي على السكند إليمنت هو. السكند إليمنت هل هذا وجدناه؟ قلنا لك البيربل عبارة عن موجود من السيم كولوم من الأبوف إليمنتس، هيدا found previously from the above elements in the same column. بالتالي هيو يو 1 2 اللي هي نفسها هاي، صح؟ طيب شو العدد الاخضر؟ الاخضر بقول لك found previously from the left elements in the same row. هل L21 اوجدناها هون؟ صحيح صحيح، معناته صفى L21 هاي معروفه ويو 1 2 معروفه، مين ظل؟ يو 22. يوتوتو انا ملون لك الانونز على اساس انهن ايش؟ ملون لك اياهم بالاحمر. طيب هسه يوتوتو هون فرط معنا، بنيجي على اخر واحده. اوكي لاحظ ال31 هل فرطت معنا هون؟ نعرفها ويو 1 2 قلنا من ذا سيم كولوم فوق، معناته هذول نون. طيب يوتوتو هل هي هاد؟ قبلها نفسها صح، معناته مين ظل عندي؟ L32 عشان هيك انا كاتب لك اللون الاحمر هو عباره عن اللي بوجده يوم اساوي الالمنتس بهذاك الالمنت، وضحت؟ طيب نيجي على اخر كولوم، اخر كولوم هل هذا دايركتلي؟ دايركت. اوكي نشامه، وهل هذا هو اللي قلنا على هيو اللي هو نفسه قلنا يعني دايركتلي؟ صحيح. وهل L21 اللي هي هاي اللي هي من found previously from the same row؟ 100%. طيب مين ظل عندي unknown؟ U 23 بوجدها ولا لا؟ yes بوجدها. طيب عندي هون إن شاء الله، تعالوا على هذا L31 وين هي؟ هاي find أو found previously from the left elements in the same row. وال U 13 هاي found previously from the same column above. طيب L23 منين هي؟ هاي found او ال32 L32 found previously from the left elements in where in the same row. واضح؟ in the same row. طيب U23 ال purple هل هو found previously الكولو. From the same above elements in the same column. 100%. معناته هل هذول كل انفرطات؟ صحيح. معناته مين ظل عندي؟ يو 33. يو 33. وبالتالي نشامة هون الشطارة والحنكة انك تعرف من اين تأكل الكتف، وين تبلش. اذا بتبلش بيطلع معك دائما one variable at a time، صح؟ صحيح. اما اذا واحد منكم دبساته مي، وين بيجي اسوأ اشي واحد ربنا مقرده؟ بيجي لي على هذا. هذا نشامة هاو من element does it contain؟ خمسة. وبيجي بده عبارة عن يباطح فيه، شو بنقول له؟ بنقول له عظم الله أجرك، إن شاء الله بشوفك عبر الفصول الجاية. يعني مش معقول الجاية على، يعني لاحظ شباب الديفيكولتي بتزيد في النمبر أوف variables اللي بكل element بتزيد، اللي هي عبر زيادة الكولومز أو diagonal. يعني لاحظ آخر رو هو عبارة عن أصعب رو. اوكي يعني هذا اكثر اليمنت فيه، اكثر الاليمنت هذا اللي فيه اكثر فاريبلز، وهذا اللي قبليه. بعدين بننط على اللي هاي وهاي، اوكي، وبعدين هذولا، وبعدين بيجي اول رو اللي هو اسهل شيء. وبالتالي هون انت لازم تعرف انه كيف تمشي. بالتالي يا نشامه هاي بقول لك الناين اليمنتس او الناين انونز هذول بنقدر نحلهم بثري سوليوشن ابروتشز. يا اما نمشي بيهن رو رو، يعني فيرست رو first second row third row، هيك بفرطن معاك رو رو. او الحل الثاني first column second column third column، بالتالي بتمشي بيهم columns هيك بعدين هيك بعدين هيك، وضحت؟ الحل الثالث بقول لك تمشي بيهم diagonally. diagonally يعني كيف؟ يعني بتمشي بيهم first row first column second row second column، واخر شيء بيضل عندك بس يتيم element يتيم بحاله 3 by 3 هون. تمشي diagonal يعني زي هيك، بتمشي قاعد تمشي diagonal، تفترض انه في عندك diagonal اوكي، وقاعد تمشي رو كولوم مع بعض، قاعد عباره عن رو كولوم وقاعد بتمشي هيك، واضح يا نشامه؟ وبالتالي هذول هن الابروتشز اللي ممكن نحل بيهن اللي هو
systematic approach. خلينا نشوف الكراوت عكسها لك... ها عكسها ال اوكي الكراوت يا شباب مش قلنا ال A is equal to UL وبالتالي بيطلع معي الماتريكس هاد لو يجينا حطيناهن جنب بعض يا شباب لاحظ اللي كان عندي هون اسهل اشي صار اصعب وصار عندي هون اصعب اشي صح واللي كان عندي اصعب اشي فوق صار عندي هون ايش اسهل اشي وهون كان اصعب إليمنت مين هو اللي هو هذا هل انقلب وصار اول إليمنت هون بالتالي عبارة عن زي المقلوبة قلبته اوكي نشامة زي صار عندي ميرورينج زي صار عندي ميرورينج اوكي نشامة وانقلبت الامور راسا على عقب اوكي نشامة بالتالي الديفيكولتي انقلبت طيب هون نشامة نفس البروسيجر بس قبل شوية كنا نبلش من الاول للاخير هون بدنا نبلش من الاخير باتجاه مين الاول اول نمشي بيهن من الاخير باتجاه الاول وبالتالي لاحظ انا حاط لك هون اللي هي البيربل كلر اللي هو فاوند بريفيسلي فروم مين اللور اليمنتس يعني انا اللور اليمنتس هي اللي بتفرط معاي بالبدايه بينما قبل صح. شويه من الابوف رم أبوف هاي أول فرق فرق الثاني هون الجرين كولر found previously from the mean the right the right اللي أنا هون أضعف من اليمين بينما قبل شوي found from where left left وبالتالي هل الرايت صار left والأبوف صار اللي هي below أو lower بالتالي نشان مبين عندي ببلش هون بعدين بنتقل إلى شاملة وين؟ هذا عبارة عن هذا فرط بالتالي بفرط هذا وهذا أوكي نشامة وبعدين نشامة إيش؟ هذا بيكون اللي على اليمين وهذا بيكون هاي اللي على اليمين وهذا L32 هاي اللي هو هون أوكي نشامة وشو ضاف شو ضل عندي؟ L22 هاي أنا وجدته من الإليمنت هذا وظل عندي U12 بنوجده بالتالي هذا كله الفيرست اللاست كولوم والسكند كولوم حسبناهم برجع هون برجع هذول كلهم يا اما على اليمين او على وين او على التحت هون يمين تحت وبظل عندي هذول هن الاليمنت بوجدهن وبالتالي بكون وضعي تمام اللي ببلش هون بعدين هون بعدين برجع لاخر اليمنت وبالتالي هون السوليوشن بالريفيرس دايركشن وبالتالي بطلع معي الناين ايكويشنز هذول نشامه وبنحلهن والابروتش لاحظ احنا قلنا قبل شويه بنمشي فيرست هون شو بدي يصير ليست بدي يصير لاست كولوم لحد الفيرست يعني بمشي لاست كولوم لحد الفيرست او لاست رو لحد الفيرست رو باجي لاست رو سكند رو لحد الفيرست او لاست رو لاست كولوم يعني بمشي عكس الدياجونال يعني هيك بالدياجونال بالشقلوب وبعدين السكند مع السكند وبضلني ماشي دياجونالي هيك بالشقلوب حتى اوصل للي هي الاليمنت الاولاني وبالتالي هون الدايركشن صار عندي بالشقلوب وخلنا نشوف السيستماتيك ابروتش يا نشامة طيب هاي بقول لك في عندي ماتريكس 3 باي 3 ووجد لي اليو ال والال يو ديكومبوزيشن باستخدام اي واحد من الابروتشز اللي عندي بالتالي هون بقول لك انا استخدمت بالدوليتل بتستخدم الفيرست رو فيرست كولوم بالتالي جينا ضربناها وهي حاصل الضرب ومش راح ادخل بتفاصيل ان شاء الله زي ما عباره عن البروسيجر بنوجد الاليمنتس وهي طلعنا اللي هي ال واليو اليمنتس بناء على الشرح المعمق اللي قبل شوي وهي ان شاء الله اذا حليت انت هل عباره عن ال يو ماتريسيز قدامك ولا لا حليت بالتالي صح. كيف تتاكد انه حلك صح مش محرف مش غلطان ترجع تضربهم ايوه ليش انا ما اضربهم واتاكد انه حلي صح ولا لا صح. بالتالي جينا ضربنا ال واليو بنفس الاوردر طلعت معي الماتريكس اي معناته هل هذا بياكد لي انه حلي صح مظبوط طيب خلينا نشوف الكراوت الكراوت بنستخدم عكس لاست رو لاست كولوم اوكي نشامة بالتالي هينا بلشنا ب ال 3 3 من هون وبلشنا اللي هي بالحل وبالنهايه حصلنا على اللي هن هذول التو ماتريسيز وعجينا عملنا فيريفيكيشن وطلع هي نفسها ايش
اللي هي الـ A matrix، وبالتالي الحل تبعنا شو ماله 100% عبارة عن مظبوط. هاي سيستم 2 باي 2 بستاهلش اللي هي نناقشه. اوكي نشامة، هذا سيستم فيردر اكزامبل، يعني ما فيهوش ولا اشي جديد. هذا 4 5 باي 4، خلينا نشوف كيف الكومبلكسيتي هون بتبين. هنا شامة لاحظوا الكومبلكسيتي هون كيف بتبين، خلينا نشوفه. هذا سيستم 4 باي 4، بالتالي بقول لك اوجد لي اللي هي ال يو وال يو ال. طبعا انتم لغايات الامتحانات يا نشامة اكثر شيء بيجيكم اللي هو 3 باي 3 لغايه حل. اوكي نشامة، مش راح يجيكم 4 باي 4. وبالتالي نشامة عندي الاي اللي هيها، وجينا ضربنا ال في يو لسيستم 4 باي 4 طلعت هاي الملحفه، شايفينها؟ لاحظ دائما اول رو بيحتوي لك على سنجل اليمنتس ومنه بنوجدهم، بعدين بننزل بنوجد وان فاريبل ات تايم زي ما حكينا. اوكي يا شباب، بعدين بنضلنا ماشيين، واصعب شيء واخر شيء وقلنا وين هو اخر اليمنت، هذا في حاله مين؟ حاله الدوليتل. هذه الدوليتل. اوكي يا شباب، اسهل شيء اول رو في حاله الدوليتل، كل الرو هذا عباره عن كلياته دايركت، واصعب شيء اخر اليمنت اللي هو ما يعادل الاي ان ان ايكواليتي. اوكي يا شباب، وبالتالي بيطلع معي الاليمنتس وبوزد اللي هي ال واليو هاي. ولا تنسى انه دائما ال يا نشامه هي عباره عن ايش؟ لا تنسى انه عباره عن في يونتس فيها. طيب نشوف الكراوت، الكراوت هيو لاحظ وين صار اسهل رو؟ هو الاخير. هل هو الاخير؟ صح. اخر نعم واحد هو اسهل واحد، وين صار اصعب اليمنت؟ الاول واحد. هل هو A11؟ اه A11. ما يعادل A11، ما يعادل التسعة. وبالتالي نشامة بنيجي بنفرطهم بنفس البروسيجر، نفس البروسيجر، وبالتالي بيطلع معي ال واليو عبارة عن اللي هي بالشكل اللي هي هاي الحل اللي هو النهائي البندينا. اي سؤال يا نشامة لغاية الان؟ دكتور تفضل. هو متى استخدم الدو ليتل ومتى استخدم الكراود؟ شوف عادة لغايات الـ 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 الامتحانات انا بحددك، انا بقول لك الكراود او الدو ليتل هن عبارة عن الثنتين متساويات، بس اللي حل منكو بالدو ليتل حل مع منكو بالكراود. اوكي، احنا قلنا قبل شوي مش الدو ليتل بنقدر نحسبها عن طريق ايش؟ الكومن جاوس الميناشن. مظبوط. والكراود الرير. الرير الرير انتو يوم حليتوا الاكزامبلز، الاكزامبل اللي عندكم اللي على الرير، حليتوا الاكزامبلز اللي عندكم اللي على الكومن، مين شفت اسهل؟ الكومن. الكومن اسهل عشان انت ماشي بالفورورد، يعني انت بالرير زي واحد قاعد بيمشي بالريفيرس دايركشن، صح؟ اه واحد قاعد طيب. بيرجع من اللاست كولوم باتجاه السكند كولوم، صح؟ ايوه. وبالتالي زي قاعد بسوق داير وجهه لورا، اوكي، ووجهه بده ينكسر يا حرام، اوكي، وقاعد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، واذا طالت المسافه عباره عن بوك الهواء، صح؟ صح. وبالتالي يفضل من حيث الايزينس والكونفينينسي اللي هي سهوله التعامل وانت اسهل لك، يفضل انك تستخدم الكومن عشان هذا المعروف. اوكي، بالتالي الكومن شو يعادله؟ السهوله الدوله أو الدوليتل. الدول. أما الكراوت عبارة عن، يعني هي عبارة عن طريقة، هي عبارة عن عكس، ولكن عبارة عن يعني الـ الـ ليست مألوفة، يعني هي طريقة ممكن. حل ماثماتيكس صحيحة بس عبارة عن ليست مألوفة، ولا يفضل أن الواحد يستخدمها إلا غير إذا كنت مجبر أن أطالبك إياها، ولا يعني ما فيها أدفانتج على هذيك، بس هي عبارة عن خلف خلاف. صحيح. وبالتالي إذا ترك لك الخيار فلا تختار الكراوت. فهمت. يا ترك لك الخيار، اما اذا كنت قايل لك كراوت تيجي تحلها على الدوله الكل حلك غلط. تمام. اوكي، اي سؤال ثاني ان شاء الله؟ في اي اسئله؟ طيب ان شاء الله، ضايل قديش يا منسق؟ 10 دقائق دكتور. يعني نوقف لكم هون ولا نكمل؟ دكتور احكي لنا عن البروجكت.
والله انا كنت بدي اسوي لكم باذن الله. طيب خلني ادردش لكم عن البروجكت. اوكي ان شاء الله على اساس يعني ان شاء الله شو اسمه بدي انزل لكم شيء بالويكند هذا عشان كنت مشغول بالروبوتكس نزلت لهم هذا. فان شاء الله انتم هسه ان شاء الله كل الجوريثم مر معنا راح انزل لكم شيء رسمي فيه بس يعني على اساس تعرفوا كيف تشتغلوا. كل الجوريثم مر معنا بالماده من البدايه لغايه هسه لازم تسوي له ام فايل اوكي اللي يحل جنرال كيس يعني without any limitation. يعني مثلا اذا كان عندك سيستم اوف نون لينير كويشنز لا تقول انا عندي والله بفترض بس السيستم باخذ عباره عن ايش 3 كويشنز ولا 2 كويشنز. بدك تخلي لي على الجي يو اي تبعك لازم يكون ال كل بروجكت كل تيم كل جروب بده يكون لهم عاملين جي يو اي. والجي يو اي هذا انا بختار منه هل بدي عباره عن روت فايندينج وان دايمنشنال روت فايندينج ملتي دايمنشنال بدي فيكس بوينت بدي نيوتن رافسون اي طريقه من ضمن الميثودز اللي كلاسيفايد حسب التشابترز. وبالتالي بالجي يو اي هذا بدك عباره عن اللي هي يوم انا مثلا اختار نيوتن رافسون ملتي دايمنشنال يمكن تخلي عباره عن ويندو جديد يطلع الي اوكي تقول لي اوكي ويلكم وقديش الدايمنشن اللي بدك اياه واتس ذا سايز او النمبر اوف فاريبلز. ساعتها انا بقول لك 3 4 5 اوكي مجرد ما قلت لك 3 4 5 اوكي بتقول لي اوكي بتفتح لي 5 ويندوز وانا بصير ادخل باللي هن الفاريبلز اللي عندي او الايكويشنز اللي عندي اوكي كله بده يكون على الجي يو اي اوكي يا شباب. بالتالي هون الجي يو اي هو اللي بتاخذ منه وبعدين بيروح الجي يو اي بيعمل كول لمين للام فايل اللي انت مسويه. فبالتالي انتوا وانس انه سويتوا الام فايل شغلكم صح الجي يو اي هو عباره عن انترفيسنج بحيث انه بيني كيوزر وبين الام فايل بيجي باخذ الداتا انتري بدل ما انا يعني مش راح ادخل على الام فايل ولا انت تدخل على الام فايل بصير ادخل الداتا على الام فايل من جوا. لا انا بدي عباره عن كلياته وان انترفيس باجي بختار اي الجوريثم من الالجوريثمز تطلع عندي شاشه بدخل كل البارامترز تبعاتي بما فيها التيرمينيشن كونديشنز اي شيء بدي اياه وحط كل شيء اختيارات. يعني مثلا بالتيرمينيشن كونديشنز حط لي سيناريز اني اختار اي واحدة من التيرمينيشن كونديشنز اللي بدي اياها ما تجبرني انه كلهن. يعني بدك تعطيني اوبشنز انه واحدة ثنتين تشيك بوكس واعمل عليهن اول او اي واحدة بدي اياها. ممكن يكون واحدة ثنتين ثلاثة اربعة وبالتالي عبارة عن بدك تكون جنرال لا تاخذ سبيشال كيس. اوكي السبيشال كيس هذا بننساه بدنا ناخذ اشي جنرال حيث انه يكون الوضع تمام التمام. وانس انت يو بيلد الام فايلز تبعاتك بصف الجي يو اي هو عباره عن انترفيسنج زي ما حكيت بحيث انه تضمن الجنراليتي والانبوت انتري يكون. طيب بس هذا الانبوت حليت الاوتبوت تبعك بدي يكون in terms of something on the screen على الشاشه تبعتك اشوف مثلا figures results على الشاشه وبدي عباره عن امكانيه تطلعها على word file او على PDF الريزلتس تبعاتك بدي امكانيه تطلعها على وورد فايل وعلى اللي هي بي دي اف بحيث انه الريزلتس تكون عباره عن بقدر اطبعها بقدر اسوي فيها اي شيء اوكي. وبالتالي هذا هو الجنرال راح اعطيكم التفاصيل بحيث انه ما في مجال للخطا والاجتهاد. بس انتوا هسه الاصل انه كل الالجوريثمز اللي مرن معنا تكونوا مبرمجين ام فايل. هسه انا ما بهمنيش تأخذها من النت ولا غيره مهم عبارة عن إنك تعرف شو بتبرمج. وأنا بعدين راح مجموعة مجموعة أشوفهم وناديهم عبارة عن زي يعملوا لي presentation 10 to 15 minutes ويمكن أخش معهم على الكود وأقولهم وين البارت تبع هذا وين البارت اللي بتغير لي فيه اللي هي وين الأنفال تبع هذا. يعني باجي بناقشك بالفهم اللي مسحل ما في مشكلة بالتسحيل بس اللي بسحل أو بستعين صديق وفكروا انه عباره عن ايش فكروا انه بس ياخذه ويظل عباره عن بلاك بوكس ما يفهمه ساعتها انا ببين عندي. واذا بين عندي انه مسحل ساعتها ايش بعطيه صفر هو المجموعه تبعته كل المجموعه زي زيرو. وبالتالي استعين خلي فحمك بس ايش بس لا تجيني وانت عباره عن بخفاي حنين ما انت فاهم كوعك من بوعك.
اوكي نشامة. بالتالي بدك عبارة عن تتدرب بحيث انه تفهم شو القاعد بصير. اوكي نشامة. اذا كان اي كوماند استعين بصديقي لك انه والله قل له هاي مش عارفها، بيشرح لك بيسوي لك اللي بدك اياه، بس المهم انك تجيني وانت عارف كل ستيتمنت، كل سطر، كل كوماند استخدمتها شو عبارة عن اللي هي شو هي. اوكي نشامة. وبالتالي وممكن اقول لك يلا هاي بروبلم معينة واعمل لي رن قدام، بعمل لك تيست قدامي انه عبارة عن يلا خلينا نشوف within ال 15 minutes اللي لكل مجموعة. وبالتالي ببين قدامي اللي قاري واللي عارف شو اشتغل واللي عبارة عن استعانة صديق وسارحة والرب راعيها. واضح يا نشامة؟ اي سؤال؟ اي سؤال على البروجكت؟ تفضل يا احمد رمضان. دكتور نبدا نعمل كل الفانكشنز ولا راح يكون زي السنوات السابقة انه كل جروب بروجكت راح يسوي ميثود واحدة من مثلا زي الروت فايندينج في اكثر من ميثود، فالجروب مثلا رقم A يسوي الميثود الاولى، جروب رقم B يسوي الميثود الثانية وهيك لباقي؟ لا 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 انا بدي اياك وبدي اياك كل المجموعات، كل الميثودز، كل الالجوريثمز. اوكي تمام. رفاتي دكتور لمتى معانا الشغل؟ لمتى معكم؟ راح يكون بحدود يعني اللي هي يعني بين 25/12 ل1/1 على اساس نكون ماخذين كل الماده باذن الله. دقيقه بس، انت يعني بدك ايانا نبرمج كمان الاشياء اللي حناخذها لقدام؟ العاد العاد فكرت لحد ما وصلنا. لا 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 راح تكون مد وفله. اوكي فبالتالي يعني هسه الاصل اي شيء اخذناه عباره عن ايش؟ يتم برمجته واضافته على اللي هي الجي او اي وكل الامور هاي بحيث انه يكون الوضع تمام، واي شيء بنزل عندك اول باول بتضيفه. اوكي تمام. اوكي شباب، وبالتالي هيك بيكون عباره عن يعني صارت كل الماده عباره عن الاصل تكون بصير فاميليار مع كل الماده مع كل الالجوريثمز. وضحت يا نشامه؟ وإذا عبارة عن مجموعات سوت لي إشي واو الواو هذول لهم exceptional treatment. إذا شفت إشي يعني استثنائي لهم أنا ممكن أزيد العلامة فوق علامة اللي هي تبعت المشروع. علامة المشروع قديش أنا منزل لكم إياها؟ 20 أتوقع. 10. لا مش 10. أنت حكيت 10. معقولة؟ لا على نزلت لكم اياها تبعت الكورس سيلبس والهاي. لا غالبا البروجكت 20 والعشرة كانت على المشاركة ولا على الحضور. يعني ممكن ازيد حتى عن ال 20، ممكن عبارة عن اوصلها ل 30. اوكي ما عندي مشكلة، بس بدي عبارة عن اللي هو شغل استثنائي. وبالتالي نشامة اللي هي اول باول بلش وبرمج الان فايلز. اوكي بحيث انه تاخذ جنرال داتا. اوكي مثلا بعد الفصل او مش الفصل، الشابتر اللي جاي اللي هو راح يكون اي ثينك عن اللي هي الكير فيتنج، هذا اي شيء نشامه عباره عن يعني بدك تاخذه بعين الاعتبار انه في شيء بقدر ادخله على اليوزر انترفيس وفي شيء لازم اعمل له امبورت. يعني بالكير فيتنج انا مثلا عندي 1000 داتا بوينت وبدي اعملهم ريجريشن. ايش اسمه ريجريشن؟ دخله كاكسل فايل. يعني مستحيل انا اجي ادخل على على الكمبيوتر ولا هذا يلا دخل 1000. بيكون عندي امبورت لمين؟ لاكسل. بيكون امبورت لاكسل فايل. اوكي بحيث انه ايش اجي ادخل الاكسل فايل، والاكسل فايل هذا مباشره بتعرف عندك اللي هي شو الفاريبل شو الهاي، بحيث انه مباشره تسوي عليه البروسيسنج مجرد ما عملت له امبورت. بالتالي كل شيء بناء على اللي هي طبيعته بدك يكون اليه البرمجه او الادخال، آلية الإدخال ممكن تكون يا ما عن طريق اليوزر انترفيس يا ما عن طريق ايش اللي هي امبورت. اوكي تفضل يا مصطفى. طيب بحكم انه المشروع كبير، فهل لازم الكل اعضاء الفريق يكونوا فاهمين كل شيء، ولا مثلا كل واحد اشتغل شغلته يكون هو فاهمها؟ طيب مش مشكلة عندي، انا بهمني انه ايش قسم الشغل بينكم كفهم. فاهم يعني مثلا الكل فاهم بس مش الكل ملم بالديتيلز التفاصيل. طيب خلاص قسموا كمجموعة نعم كمجموعة قسموا الشغل بينكم بحيث انه يكون عبارة عن والله انا اشتغلت
البارتس تبعات مثلا تشابتر 1 و 2، انا اشتغلت تشابتر 3، انا اشتغلت تشابتر 4، وهذاك اشتغل مثلا تشابتر 6. اوكي، فبالتالي قسمه مش شرط، بس اذا سأل سؤال ولا حدا من المجموعه جاوبه، المجموعه كلها بتاكل هواء. وضحت يا مية 100% دكتور. يعني انا بدي اتليست 1، اتليست 1 انه يخطي، بناء على انه بتقولوا لي من ضمن الريبورت، من ضمن يعني هذا بسالكم انه هذا اختصاص مين، وبقول لي يلا انا اختصاصي، بقول له طيب هيك هيك، يلا فرجيني وين هذا البارت، خش لي على الالجوريثم. اوكي، فبالتالي ودائما يا نشامه يوم تيجوا، طبعا انت يوم بدك تسوي الالجوريثم بدك عباره عن ايش؟ بدك تعمل له تيست كيس. التيست كيس هاي انت حطها من عندك راندوم، تاخذ ليش من الاكزامبلز تبعت الهاند اوتس، حط من عندك ديفولت اكزامبل بحيث انه يقول يكون مجرد ما كبست عليه حمل الفيلدز اوتوماتيكلي للانبوت، للانبوت داتا. وضحت اللي بحكيه؟ بحكي انه في عندك ديفولت اتليست 1 ديفولت اكزامبل، اوكي، على كل الجوريثم، بحيث انه عباره عن مجرد ما اجيت كبست اللي هي لود اكزامبل، يجي حمل هذا الاكزامبل على الفيلدز تبعات الانبوت بارامترز او الانبوت داتا انتري، ويجي بعدين اقول له سول، ما في داعي اكتب، اذا بدي اكتب انا بكتب شيء جديد، يعني نيو 1 او اوريدي اكزيستنج. الاكزيستنج هذا لا يفضل يكون من الهاند اوتس، خلينا نشوف شيء جديد، يعني كل مجموعه تحط من راسها. اوكي شباب، اي سؤال؟ اي سؤال يا نشامه؟ اوكي، خلينا نوقف التسجيل.